كتابه الكريم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. في هذه الآية بيان عظيم لمنزلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي أول الخطاب يا أيها النبي، وهذا من تكريم الله سبحانه وتعالى وتشريفه لنبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يخاطبه باسمه المجرد ولم يقل له يا محمد، بينما قد خاطب كثيرا من الأنبياء بأسمائهم: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أما عندما أراد أن يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه يخاطبه بصفته العلية ورتبته الفخمة العظيمة يا أيها النبي، بل إنه سبحانه وتعالى نهى أهل الإيمان أن يخاطبوه كما يخاطب بعضهم بعضا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. فأمرهم أن يخاطبوه بصفة التبجيل والتعظيم، بل إنه نهى أولئك الأعراب الذين رفعوا أصواتهم قريبا من حجراته: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لماذا ينادون؟ لماذا يرفعون أصواتهم قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا فيما يتعلق بالكلام والخطاب معه صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون في غاية الأدب: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله. قال أهل العلم: هذه الآية له صلى الله عليه وسلم في حياته وله بعد مماته. ففي حياته لا يجوز بحال أن يرفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم، وفي مماته أيضا لا يجوز بحال من الأحوال أن يرفع الصوت فوق صوت حديثه أو عند قراءة حديثه صلى الله عليه وسلم. بل لقد كان الإمام المبين